مشاهدي الافاضل المحبي ومتابعي قناه الانيس مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم جنود الاحسان كالعاده يرافقنا شيخنا واستاذنا عبد الرؤوف قرناب مرحبا بك استاذ مرحبا بك محمد. كيف حالك وصحتك الله يبارك فيك الحمد لله واليوم ضيفنا ضيف عزيز علينا كروي عبد الغاني متطوع حر وصانع محتوى ثقافي يعني تحفيزي مرحبا بك خونا عبد الغني مرحبا مرحبا بكم صحه لاباس بخير الحمد لله ربي عليكم ونشكركم على الاستضافه الله يحفظك عبد الغني مشاهدينا فاضل نتابعوا في مواضيعنا التحفيزيه ومواضيعنا المفيده لكم وان شاء الله لكل الاسر الجزائريه مع استاذنا عبد الرؤوف اليوم حبينا نتكلموا على الجمعيات كما بدينا في الاسبوع الماضي كما حكينا عن النميمه حكينا على القيل والقال اليوم حبينا نحكيوا على تصحيح الاخطاء وكيفاش نعالجوا هذه الاخطاء بزاف متطوعين استاذ يعني يرتكبوا اخطاء نشوفوا كيفاش رؤساء الجمعيات يعالجوها مثلا حتى الاباء مع الاطفال حتى يعني الصديق مع صديقه ماذا بينا نحكيوا على هذه معالجه الاخطاء استاذنا عبد الراوف الله يبارك فيك خويا محمد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الخطأ ولا الخطيئة هو مصطلح يتداول كثيرا ويعبر عنه أو للتعبير عن شخص ارتكب زلة أو ارتكب تجاوزا في حق غيره فهذا هو الخطأ فمثلا تقول رجل أخطأ أو ارتكب خطيئة في حق الله عز وجل ولا في حق فلان ولا في حق فلان. والمصطلح هذا في اللغه العربيه ينقسم الى قسمين الخاطئ والخطا. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يحتكر الا خاطئ، الخاطئ هو الذي يتعمد الخطا. نعم. اما المخطئ فهو الذي ارتكب الخطا دون تعمد. فهناك فرق بينهما. فالاول لا شيء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. عني عن النائم حتى يستيقظ حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المسيء حتى يتوب، فهؤلاء رفع عنهم رفع عنهم القلم، أما الخاطئ الذي يتعمد الخطأ فيصح أو فلا بد في حقه من التوبة والاستغفار، والتوبة والاستغفار اختلفت من شريعة إلى شريعة، فمثلاً في شريعة بني إسرائيل كان المخطئ أو الخاطئ إذا أخطأ لا يتوب من خطائه إلا بقتل نفسه أما نحن فالله عز وجل فتح لنا أبوابا كثيرة جدا للتوبة والاستغفار هذه أو هذا المصطلح أو فيما يخص مصطلح الخطأ والخطيئة لكل من يرتكب خطأ الآن كيف نتعامل مع الذي يرتكب خطأ سواء ارتكبه عن قصد أو عن غير قصد هل لابد من التجاوز والتسامح او هل لا بد من منهجيه معينه في اصلاح هذه هذه الاخطاء دائما نذهب الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع المخطئين اول قصه ناخذها هي قصه الاعرابي النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه ربنا تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه فظاظه في التعامل لانفض الناس من حوله ولكن كان لينا سهلا في التعامل مع المخطئين، وهذه اول قاعده لابد من التمسك والتعامل بها وهي اللين والتسامح مع كل مخطئ. النبي عليه الصلاه والسلام في مدينته وفي مسجده جاءه اعرابي دخل الاسلام. ذلك الاعرابي وقف مع الناس في الصلاه فاتته حاجته فذهب الى جهه في المسجد وبال. فقام له الناس تخيل انت واحد يدخل الجامعة ديالك يروح يقول اكرمك الله ماذا يفعل الناس ثارت ثائرتهم منهم الصحابه رضي الله عنهم يريدون به سوءا يعني حبوا يخرجوه حبوا يقلقوا حبوا ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه يعني خلوه يكمل ومن بعد سهل لما اتم ما عليه او اتم قضاء حاجته وش قال النبي صلى الله عليه الصلاه قالهم خذوا ذنوبا من ماء فاهريقوه عليه ادوا الماء وفرغوه على البول الاعرابي ما حش له هكذاك فقط لما راى هذا الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم جابوا عنده حطوا شو واش قال له قال له ان هذه بيوت الله لا تصلح لمثل هذا القذر ما تصلحش لهذ الحوايج وانما هي للصلاه والذكر والدعاء والاستغفار الاعرابي شاف الناس كيفاش كانت تحت معه والنبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ تعامل معه نعم. وش كان ردة فعلته؟ قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر, مع ولا تغفر لي معنا لأحد آه نعم شوف يعني كيف كان لما كان هذا اللين في التعامل كذلك الآن الجمعيات إذا أرادت الجمعية الاستمرار لا بد لمن يقود أو لرأس الجمعية أن يكون فيه هذا الخلق وهو أن يتريث في التعامل مع أخطاء إخوانه هذه الحاجه، الحاجه الاولى. قصه ثانيه من قصص النبي عليه الصلاه والسلام مع الاعراب. الاعرابي جاء فدخل الاسلام. كان اول شيء علمه له النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا عطس ان يحمد الله تبارك وتعالى. فاذا حمد الله تبارك وتعالى قال له من في جنبه او من هو في جانبه يقول يرحمك الله ويرده هو فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وقف الاعرابي في الصلاه فعاطس أحد الذين في الصلاة أمامه والناس قيام في الصلاة فحمد الله ولا شيء على من عاطس في الصلاة أن يحمد الله لكن اللي يردلو ما يردلوش ما كاش اللي له فالأعرابي واش دار؟ قالوا وش تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ماذا قال له؟ قال يرحمك الله فنظر إليه الناس شافهم يخزروا فيه واش قال لهم؟ ما لكم تنظرون إلي؟ وش بيكم تخزروا فيا؟ هو في الصلاة مازال ما يعرفش ما لكم تنظرون إلي فبقي الناس يضربون يضربون أيديهم حتى يسكت فسكت عرب اللي راهم حاجبوا يقولوا حاجة فسكت لما انتهى أو قضى الصلاة التفت إليهم رسول الله قال من, من المتحدث قالوا فلان الأعرابي الذي دخل في الإسلام وقد علمته هذه الصفة في العطس وفي تحميد العاطس فقال إن الصلاة لا تصلح لهذا إن الصلاة لا تصلح لهذا فإذا دخلت إليها فأمسك عليك لسانك شوف الأعرابي لما شاف ذلك تعامل من النبي صلى الله عليه وسلم دعا للنبي صلى الله عليه وسلم ونقم على الناس لماذا؟ لأنهم كانوا في شدة في التعامل في التعامل معه إذا التعامل مع الأخطاء أو التعامل مع الخطأ ومع مرتكب الخطأ يحتاج إلى حكمة وإلى نباهة فإذا أردت أن تكون قدوة لمن لغيرك في تسييس او في تسيير الاخطاء لا بد عليك ان تلتزم باللين ثم الحكمه في التعامل حتى هذا الذي ارتكب خطا يمكنك ان تقومه لأن الانسان الذي يرتكب الخطا واش نديروا له حنايا نزيدوا نكملوا عليه لا وانما لابد ان نرده الى الطريق وما كاش وسيله ولا طريقه ترد الانسان للطريق كما اللين ما كان اللين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما كان اللين في شيء الا زانه وما كانت الشده في شيء الا شانه. يعني فيكون ما كانت الشده ماذا يكون اعوجاج يكون اعوجاج في في التعامل او في تصرفات الناس وكلما كان اللين كلما صححت ماذا؟ اخطاء الناس. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يقول لنا في الحديث؟ يقول ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق ولن يشاد الدين احد الا غلبه، لا يتشدد احد في دين الله الا ويغلبه دين الله، لا يستطيع او لا يقدر على ذلك، وانما هذا الدين ماذا؟ دين يسر وهذا من اعظم اخلاق الاسلام، لذلك الله عز وجل وصف نبينا صلى الله عليه وسلم قال وانك لعلى خلق عظيم وهذا كله ماذا؟ على اساس اللين والسهوله واليسر. شوفوا واش يقول الصحابي لما لامس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما لمست يدا يد يد امراه ولا ولا خدر الا ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم الين منها. وهذا لشده حتى في المصافحه النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا في في مصافحته. شوف من أحدنا واحد طفل النبي عليه الصلاه والسلام رباه في كنفه. هذا الطفل اسمه انس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين. هذوك العشر سنين اللي بقاهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أنس كان فيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين. جابته يمه أم سليم حطته عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن هذا ابني أنس فارقبه، يعني خليه عندك وربيه. فبقي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات، واش قال؟ قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فوالله ما قال لي لما فعلت لما فعلت ولما لم أفعل لما لم تفعل وهذا أسلوب تربوي يعني عجيب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان حتى إذا أراد أن ينبه على الخطأ وش يقول ما بال أقوام يودي كان شي ناس عم يديروا كذا ولا يشير إلى الشخص مباشرة وهذا كله ماذا من حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ينبغي علينا ان نكون عليه نعم. ويعني هذا واش نتمناه كل رؤساء الجمعيات وكل المتطوعين انهم يقتديوا بالنبي صلى الله عليه وسلم <applause> وكما قلنا دائما انه يكون معنا ضيف عزيز علينا اليوم معنا ضيف عبد الغني يعني نعود نرحبوا بك هنا عبد الغني ربي يحفظك خويا نشوفوا التقرير على اعمالك وعلى يعني الفيديوهات اللي تديرهم يعني تحفز بهم الناس يعني في مواقع التواصل الاجتماعي نروحوا نشوفوهم رفقة مشا رفقه مشاهدينا افاضي ونعاودوا نقولوا لكم في وسط السلبية التي امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة هناك شباب يقومون بمحاربة هذه الظاهرة وينشرون الإيجابية ويرفعون من معنويات الناس ويقدمون محتوى ترفيهي ثقافي وتربوي هادف عبد الغني كروي أحد هؤلاء الشباب بالتوفيق لعبد الغني ولكل الشباب كي طيح ولا كي تفشل ماشي عيب وماشي لافان يقول لك سكسيس از a bad teacher النجاح هو استاذ سيء وعلى على خاطرش يدير لك الفكر تاع انت تقعد غير تنجح وبلي انت مخدوم غير باش تنجح هي لا حتفشل يقول لك ربح وخساره يمشوا مع بعضهم والامور راح تعلمهم الفشل اكثر من راح تعلم من النجاح بالبزاف باش اون فوا تفشل راك تعرف العفايس اللي خلاوك تفشل، ما مش حتعاود دير لافو تاعك. 5 tips for better productivity، 5 نصائح من اجل انتاجيه افضل. الحاجه الاولى هي سليب ايرلي اند ويك اب ايرلي، ارقد بكري ونوض بكري، هذا الشيء اثر بزاف على عقلك، يخليك تخدم اكثر ويكون لا جورني تاعك كبيرة أكثر، تقدر فيها فايس أكثر. الحاجة الثانية هي ايت هيلثي، الجسم السليم في العقل السليم، لازم تاكل مليح، الكور تاعك باش يخدم أكثر لازم توكلوا حاجة اللي لازم. اذا هذيك العفسه يتعاونوا في الطاقه تاعو الحاجه الثالثه هي read the book at least 20 minutes a day اقرا المينيموم 20 دقيقه في اليوم كي تقرا تبدل بزاف فايس فيه منها تعلم اللغات تعلم الكلمات تعلم الاحداث اللي ما تشوفهمش في الكتاب في فيلم ولا في دوكيومونتير الحاجه الرابعه اللي هي train at least 30 minutes 3 days a week اونطيني دو سبور المينيموم 30 minutes 3 fois par semaine سبور يعاونك بزاف امور منها التخلص من الطاقه السلبيه آه الكور تاعك يطلق الاندورفين اكثر هرمون السعاده آه يعاونك باش انت تسقم مخك تما شوف الامور اللي يزيدها فيك سبور والحاجه الاخيره هي فويد نيجاتيفيتي تجبد روحك على السلبيه سيلف كونفيدنس ولا الثقه بالنفس هي حاجه مامس اذا ما عندكش في الحين تقدر تكتسبها لو كان دوك نسقسيك سؤال واللي هو كيفاش يبان لك انسان واثق من نفسه قاعد تقول وحده واللي هي هي ميك اي كونتاكت تما يشوف العين في العين هي اولويز ستاند ستول جامي يعوج روحه كيوقفو مسقم روحه كيما نقولو هي ستاند اوت شغل يبان في وسط الغاشي تما لو فيك على بالك بمواصفات هادو حبيبي تقدر تبدا الان تعمل على نفسك تقدر باش تطور الثقه بالنفس تاعك بلاتين ان شاء الله تكونوا بخير كي العادة ميرسي بوكو على كاع الرياكسيون بوزيتيف كاع لي فيديو ان شاء الله نقدموا غير لو بلوس تاعيا اليوم انا كنت شخص غير زاد his parents put him on adoption ما غير زاد والدي تخلاو عليه جات تبناتو عائله إيه اخرى كانت عنده طفوله شويه صعيبه كما نقولوا كان يلحق روحو وشنو كان التلميذ بزاف ذكي ملي كانت عندو حاجه كان يكره بها كيفاش يقروه بها في المسجد ضايغ طيب غير الحق الله قرا ست شهور حبس he dropped out ما قدرش ما يكمل معاهم كان يدخل شي ليكور يقول هكايا شباب متخبي عليه كانوا يعجبوه ما يكمل في لفق. دوز مو مون بزاف ديفيسيل مورا ابري ما خدها هاد ديسيزيون واش كان يدير كان يبات في الفوتاي تاع وكان يلم القرا يلعبهم صحاب دو ريسيكلاج باش يقدر يعيش باش يقدر يشري ماكله بدا واش دار بلاقه بلاقه كان هو بزاف يحب الالكترونيك ولا تكنولوجي كما نقولوا لونسا ان ستارت صغيره مع صاحبو في الكراج تاع صاحبو كراج تاع الدار واللي زعما نقولو اي فوق قصير جدا هذيك الشركه تسوى 2 مليار دو دولار من طرف قد بعد نو مشات الحاله ايتو لونسو برودوي اللي هو تما كريره ما نجحش راب في المارشي حوزوه من الشركه اللي هو اللي تكريا ميموري تكري انت شركه يحوزوك منها بصح واش قال هو قالك لك هذيك المومو كان بلاسن ان ديسكايز كما نقولوا كانت حاجه مليحه بك ما هو في الديب واش دار هذاك المومو كان عنده بزاف الوقت باش يبدع كان يخمم بزاف ويكري دي برودوي كري دي بروتوتايب كذا عاودو كونتاكت تاعو صاحب الشركه تاعو معانا ولا معاهم ونصر بزاف لي برودوي نصر واحد البرودوي اللي دار عفسه شغل بوم ريفولوسيونير لونسا لايفون <applause> هذا الشخص اسمه ستيف جوبز شركة مؤسس شركة ابل اللي هي ولات اول شركة في القرن الواحد والعشرين تلحق واحد تريليون دولار القيمة السوقية تاعها والايفون هو لوبجي تخوازيام في التاريخ تاع البشرية اكثر مبيعات تسمى شوفوا هذا الشخص ديما تحت الصفر كما نقولوا شو ما فين نقولوا يو كان دو ات بيس الله يبارك خونا عبد الغاني يعني ما شاء الله حاجه يعني تفرح وحاجه يعني تخلي لي جون والشبيبة يعني تخدم وتنسى السلبيه في هذا في هذا المجتمع اللي اصبح سلبي للاسف. آه خونا عبد الغاني نحكيوا على العمل التطوعي الحر أنا. اللي راك تقوم به أنا. يعني كيفاش كانت حتى بداياتك يعني في العمل التطوعي؟ كيفاش حتى تعرفت على العمل التطوعي؟ ربما في سن صغيره آه تحكي لنا على هذا المجال. أنا كما قلت لك مشكور على الدعوه نعم. شرف كبير لي ان شاء الله نكون معكم الله يبارك نعم. خويا محمد والاستاذ ثاني عبد الرؤوف محتوى الله يبارك نعم. العمل التطوعي بديت فيه في سكن مبكره نعم. ما كناش نسموه عمل تطوعي يعني نعم. كانت حاجه نقدر نقول عليها فطريه فينا نعم انك تروح تعاون جيرانك ولا اصدقائك ولا الناس تشوفهم في الحي تاعك ولا ولا تشوف شيء في الارض, الأرض ترفدو يعني كان هذا الشيء فطري بالنسبه لي بالنسبه لبزاف شباب جزائري يعني قبل ما يعلموهش ما انت هو التطوع كان يعرفه قبل قبل ما يعرف التاطير كان يعرف جا عمل تطوعي كما قلت لك حنا بدينا على اساس صغير في ميادين صغيره ثاني ومن بعد بدينا نتعلموا بشويه واش معناتها تطوع وبلي هذا الشيء عنده قيمه كبيره بزاف ثاني يا اخي محمد تمك خدمت مع بزاف جمعيات كما نقولوا خاطرش تحق وين نقطه لازمك تاطير باش تتعلم لا. تعلم ان كيفاش تفيد الناس اكثر كيفاش تخلي البصمه تاعك في هذا الشباب هذا ثاني قلت بديت نعملها بزاف جمعيات عملت انا في الدومين تاع تاع البيئه يعني كيفاش الشخص يقدر يغير البيئه تاعو هذه درنا بزاف حملات تاع تاع التشجير تاع التنظيف تاع تسمى كي تشوف دير أش... اشياء انت ديرهم تشوفهم في الواقع تاعك ان شاء الله درت تغيير يعني درت خليت بصمه تاعك ايجابيه في المجتمع هذا نعم بعد شو اللي نديرو بدينا نفهموا الشباب واش معناتها تطوع وان نعاونوه كما نقولوا الماكسيموم باش يخلي ثاني هذه البصمه تاعو نعم خاطرش كيما قلت لك الطينه تاع الشباب تاعنا ما شاء الله ولا غير طينه بزاف مليحه. نعم هي نشوفوها في الاسره ربما حتى في الاب يعلم اولاد تاعو ولا. هذا الشيء يبدا كيما قلت نعم. من الاسره الصغيره يقول لك كي تلقى حاجه إماطة الاذى يقول لك تمشي في الطريق تلقاك حاجه في دار حنا هذي قلت لك نديروها حاجه فطريه بصح هي ثاني داخله في التطور. داخله في هذاك الشيء راك انت بالسبب تاعك راك عاونت شخص اخر هذاك هادش نعم. الشيء ما اداهش. نعم. نعم. نعطي لك كيما نقول شيء اخر ثاني خويا محمد. كل حق وين كيما نقولوا يتنخدم مع الامم المتحده، خدمت مع نموذج الامم المتحده، خدمت مع عباد كيما نقولوا اجنبيين. تشوف طريقه لانهم يتعاملوا مع متطوع اقسم بالله غير دير لك واحد أه لوبليزير، نعم. خاطرش علاه دايرين قيمه كبيره شخص متطوع مهم. علاش تحكي لنا شويه كيفاش حتى تواصلت معاهم ربما نعم. كيفاش حتى خدمت معاهم في العمل التطوعي. نعم، تفضل. هما يديروا مواد يديروا كيما نقولوا عندهم نموذج. نعم. يحطوه وانت تروح انت بنفسك تسجل نفسك. <applause> أنا في الحالة تاعي في الفيسبوك قصدك أنا عم يديروا في المواقع التواصل أي آه والله نعم. أنا في الحالة تاعي كانوا أشخاص يعرفوني يجوا يقولوا لي يقولوا يكونوا هما همزة الوصل بيني وبين أشخاص هذوك يقولوا لهم نعرفوا إنسان يتكلم الإنجليزية ومليح في هذا الشيء وكذا وكذا يتصلوا بي في الحالة تاعي هما اتصلوا بي نعم قالوا لي حبينا تما نعرفوا على كيفاش بديت في الدومان نعم. هذايا نعم. ولا شنو هما العفايس اللي خلاوك دير تطوع هذايا ولا كيما كان الحال يعني كان عندي ميم حتى بروغرام في الصيف هذا كان عندنا تاع تبادل ثقافي في رومانيا بعد حبس بسبب الكورونا نعم جائحه الكورونا للاسف للاسف كنت حنمثل نمثل كما نقولوا <applause> الجزائر <applause> تماك ما شاء الله هو غير يسالك يقول لك تما انت واش دير عفايس قلت لك حنا نقولوهم بصفه فطريه تاع انا نعاون أني ندير كيما نقولوا نعاون لي باش ندير دي فورماسيون باش يتعلموا الادوات اللي يستعملوها في الحياه اليوميه تاعهم ولا في المهنه تاعهم تما كيفاش نحضروا الشباب للحياه المهنيه واش لازم له واش يحير على بالك محمد يقول لك هذا الشيء كاع راك دير فيه انت شغل بدون مقابل نعم. ولا تقول نعم مي. والله العظيم غير تشوف قلت القيمه اللي يعطيها لك حتى وانت تحير على نعم. تقول تما قيمني بهذه الدرجه هذه وعلاه خاطش هما متطوع عندهم حاجه كبيره نعطيك نعم. نعم. زعما شغل مثال صغير متطوع نعم. عندهم دينه شهريه باش تشوف كيف يخلص على التطوع هذاك وقلال يحفز يعني <applause> وما <يحفز تصفيق> وقعدوا ما يجوش بزاف <applause> <applause> شوف حنايا هذا الشيء قلت لك الناس يديروه الشباب تاعنا يديروه بدون مقابل وشوف الله يبارك كما نقولوا ليكزومبل الصغير باك جائحه كورونا شو كيفاش الشباب غير شافوا واش صرا وقف دريد يد في اليد باش بك يعاون سبحان الله يعني كاين مثال اخر محمد جامعات في كندا قبل ما تخرج انت يعطونك ايه؟ كيما كما نقولوا الدبلوم تاعك النهائي عباك بلي يشرطوا لك هما ساعات تاع تطوع عندك 300 400 500 ساعه تاع تطوع في المجتمع سبحان الله يعني يقول لك شو الاضافه تاعك انت في المجتمع تاعك ناس تعطي اهميه العمل التطوعي يعني يعني هذا العمل يعني مهم جدا لتغيير المجتمعات باش تفيد المجتمعات نحكيو على قلت لي دورات تدريبيه للشباب يعني كيفاش كنتوا تقوموا بهم هذه الدورات وين كنتوا تقوموا بهم كنا نديروها كيما نقولوا عندنا في دار شباب ولا في كيما نقول القاعات ولا نعم. ولا تما كوم راه كيفاه نبداو نديروا التحضير تاعنا ونشوفوا لازم نديروا دوره لانها تكون حاجه مهمه ويسحقها الشاب الجزائري <applause> في الوقت هذا زعما حاجه <applause> في التصميم ولا في صنع الفيديوهات ولا اي شيء تاع لو في سوق العمل الحاليه <applause> يعني اي شاب جزائري خريج ولا طالب يسحقها ولازم يتعلمها وما يكلكش كيفاش يتعلمها في ولا كما نقولوا شغل في البيئه تاعه مش حيشوفها نعم يجوا اشخاص ثاني اللي هما عندهم هذيك يعرفوا كيما نقولوا عندهم مكتسبات قبليه كبيره في هذاك الدومين يجي يقول لك انا راني مستعد باش ندير فورماسيون هذو لي جون بدون مقابل نعم ما شاء الله يقول لك معيش سونسيال انا نشوف هذو ما شباب واش انايا كافحت باش تعلمت وحدي من الانترنت وكذا يقول لك انا نطروا ونعلموا هذا الشيء بدون مقابل ما شاء الله قلت لك شوف تما هذا الشيء اللي ومن بعد واش بيتشوف بيتشوف عباد بلا بلا الناس يقولوا لك باللي داروا دي بروجي من الشيء كاين شباب واللي يحوس بدا في المقاولاتيه كان تشوف التغيير غير بشوية بشوية بشوية, بشويه 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 تشوف تغيير كبير يعني ما شاء الله وهذا يعني هذا واش نتمناه يعني نشوفوا شباب متطوع كيما نتايا ولا كاين بزاف امثالك يعني في كل الولايات وكل يعني ربوع, ربوع الوطن نشوفوهم خلال جائحه كورونا خويا عبد الغني كيفاش كان نشاطكم ربما كاين كاين فيلمون الناس خايفه أنا كيفاش أنا كنتوا يعني التصرف ديالكم كيفاش حتى نشطتوا في الميدان كما قلت لك غير جائحه كورونا كي كان العالم كاع خايف الشاب جزائري هو الاول <applause> اللي خرج خرج قابل بصدره هذه الجائحه وكان يدير كيما نقولوا كاع واش يستطيع باش برك انه هذاك المرض ما يلحقش لدارهم ولا ما يلحقش الناس الكبار ولا باش يخلي هذو الناس اللي كيما نقولوا يكونوا عرضه بزاف للمرض ولا كيما نقولوا في ضعف ما يخرجوش من الدار بدينا كيما قلت لك على اساس نعاونوا الناس الكبار هذوما تما نديروا المستحيل باش ما يخرجوش هما من الدار نعم. يعني اللي يسحق قد نجيبوه له الدار اللي يسحق اي حاجه احنا له ما بدينا تاني خدمنا مادة خياطة نعم. الكمامات والألبسة تاع تاع الواقية من أجل الأطباء نعم. حتى وين شفنا ناس تجي تعاونك من كل ربوع الوطن نعم. كان يجيب لك القماش يقول لك أنا عندي قماش حبيت نتبرع به كان يجيب لك الخيط كان يجيب لك البلاستيك كان يجيب لك المحلول الكحولي يعني كي تشوف وتشوف تما واش خدمة الجزائر في الوقت هذاك الشباب الجزائري هذا واش خدم واش دار كيما يقولوا القوة تاعو بانت المكانة هذا الشباب هذا نعم. وبانت القوه اللي هو قادر والتغيير اللي قادر يديه في المجتمع يعني نعم. بانت كما نقول المكانه تاعو بزاف كبير اعطيك زعما مثال محمد نعم. هذا الشيء كي شغل شغل حيرني ثاني قعدت شوف واحد القناه فرنسيه جوزوا واحد الكوب الكبار في لاش هذوما يخيطوا الكمامات في الدار ويمدوهم للناس بدون مقابل عباك شكون جاو عندهم لقنوات الكبار كاع تاع فرنسا جايين يصوروا فيهم في الدار يقول لهم يعني باطل ما كنتش تخلصوا عليهم يقول لا لا مي ريغاردي وحاروا هما حاروا فيهم حنا في الجزائر بالملايين كانوا كاع <applause> يديروا ليش اللي يجيبوا القماش يخيطون نسألك اللي في الدار يقول إحنا قاعدين جيبونا بالقماش حنا نخيطوا لكم اي واحد قادر يدير حاجه يغير بها كان يدير فيها وهذا الشيء اللي الحمد لله بقدره ربي سبحانه اللي خلى ما لحقناش كيما نقولوا الحاله اللي كانت كارثيه يعني كيما نقولوا جوزنا وكما نقول جنبنا حاجه كما تكون اعظم هذاك الشيء، الحمد لله بقدر المجتمع المدني والجمعيات يعني كان عندهم دور كبير ودور فعال. وجه يعني نوجه تحيه لكل النساء اللي وقفت في لا 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 يعني في المنازل وكانوا حتى يخيطوا كمامات، انا نعرف ناس من مديه، كاين ناس من ولايه تيارت، مسيله، يعني كانوا واقفين يعني بدرجه كبيره، بزارة. كانوا يخيطوا بالالاف الكمامات يوميا، وساهموا يعني وعاونوا جمعيات بزاف في العمليات التحسيسيه تاعهم وعاونوا اطباء في المستشفيات عم. وكما قلنا من قبل ربما الاستاذ عبد الراوف. يعني الدور المجتمع ديالي سبق حتى الدور الرسمي يعني للدوله تاعنا في هذه في هذه الجائحه تكون نروحوا لمراكز الشرطه نعطوا لهم واسم الكمامات نعم عند الدارك إنه عند تما اي شخص كانوا يعاونوا قادرين يعاونوه نعاونوه تما بانت القدره وقيمة المجتمع المدني الجزائري. نعم يعني بارك الله فيكم يعني يا اخويا عبد الغاني آه نشوفوا يعني نموذج اخر يعني ناس ناشطة وناس قايمة بالواجب جمعية التعاون على البر والتقوى يعني بولاية بجاية اطلقوا حملة يعني باش الناس يعني تروح تشري من مكتبه يعطولهم قصاصات هكذا يروحوا يشريوه من المكتبه وحابين يعاونوا الناس اللي محتاجين يعني طلبه ولا التلاميذ في الثانوي وفي في الشام ورانا دايرين اف بيج نشوفوا التقرير هذا على هذه الجمعيه ونعود نقولوا لكم السلام عليكم ورحمة الله توجور قبل زكسيون تعاون عبير والتقوى اي من يقارن تروس سكولار والسنة عدن نسد نخدم لي بون داشا المكتبة الاستقامة اتفنق لنبي الجماعة الزليف اتفترت دي البرميرون بواني اتدورت المكتبة الله يبارك سوفو سنوان سبانوان نصفر من 140 واربعين الفاميليا 140 المية واربعين مع ناس الدريان اللي انا هات خمم ناس كتقلى نارونتري اسكا داوينا كارطاب جديد اسكا داوينا زافير سبان ولا الحمد لله وسند سبن لا تريا وغان في القدر نسن وش حسنا راه ديما غباني الحمد لله نص فرحين ضل فرحي قال ربي كان يقعل من صلى الله عليه وسلم يقرب احب الاعمال الى الله المخير الفعيل غرب رب عز وجل انه ما تصفر ما كان المؤمن طول نعاود نقل توجور نفس المكتبه نقل توجور الاستقامه المكتبه الاستقامه ام كان لبونداشا لي بون دوشا ليسي بيسكو سنه عندنا نخدم البريمير ونزوم غران نسزبر سيان الحمد لله هنا عباد الديو سنعاون ندير سعان كارنيس ندير شكل عبد دي يعاون يتسلت ماركت سلاعينا غير بغانا دي عاون توجور لاكسيون ا راسي قيمة ان شاء الله بالصدقه الجاريه غادي في نيميرو التليفون قلبي الفيديو ندير غادي يسال بيرو لاسوسياسيون ا ثانك فانا مرخه عندي تروت الخلاء واحد لوطيل اللي واحد 30 متر الى بانونا لا لاسوسياسيون اتكشنت دروا غادي يسال مكتبه الاستقامه ايغلينغلي مي لو هنا على من صوب الصا شكل عبد راس نضيف كان ان شاء الله يا ربي ديال في المفرك ان شاء الله يا ربي ديال دي ستيلو ني هاد دي ستيلو ني ديال السبعين كتكشمت على الجند اثورا نضيف كلي بوني وكوني حرز على الباب اه اثورا ما تناولي انا في البوندا انا لا يبان في البوندا شا البوندا شا تكون 150 الف موايان سكوندار تركا فور لانستون خدمة زاد 140 لي بون آه ان شاء الله ثورة مازال تلدي وني بغا نادي عاود نيغ ديال الزمره ديال دي العيان ديال الزمره بيرو لاسوسياسيون ديال الزمره مكتبه ولا تحقرن من المعروف شيئا احقرر للحسنات لكن بدنا ان شاء الله يا ربي دلف من فرنك كتصدق تفدا اتصفرح السياس اتغيرت بالك الحياه ديال الامه كومبلي بالك الحياه ديال الفاميليا اكوني بالك ربي وكوني حرزه توفيق الجمعية التعاون على البر والتقوى في جاية وإن شاء الله ربي يقدركم ويوفقكم لفعل الخير ونعود نقول له شيخنا عبد الراوف مع موضوعنا اليوم الخطيئة والأخطاء يعني في الجمعيات ربما وفي المجتمع ديالنا أستاذنا ربما كان أخطاء تحب تعالجهم ربما ترتكب خطا اكبر منها انتزل. وهذا الشيء يعني نشوفوه في الجمعيات عاده ربما يحب يصحح خطا يلقى روحه ارتكب خطا اكثر منه نعم هذه هذه ننطلق الى النقطه الثانيه في معالجه الاخطاء نعم. انه الخطا اه لا بد ان يعطى حجمه الطبيعي معلوم. الخطا دائما نعطي له حجمه الطبيعي ما تضخموش معلوم. في نفس الوقت اذا كان خطا ضخم ما تصغروش لأن لانه اعطاء الخطا حجمه اكثر مما يستاهل سيؤدي به الى زياده اخطاء اخرى وفي نفس الوقت اذا كان خطا كبير ويحتاج الى تانيب لابد انك تستعمل اسلوب التأنيب معه هذا النبي عليه الصلاه والسلام تعامل مع مثل هذه الاخطاء باساليب معينه مثلا اذا كان الخطأ كبير النبي عليه الصلاه والسلام استعمل معه اسلوب الاهمال مثلا عندنا قصه مالك رضي الله عنه اللي في غزوه تبوك تاخر عن الغزو لحقوق الصيف ثمار بداوا يوجدوا واللي مشى للمدينه يعرف مليح المدينه لما يبدا الثمار المدينه يوجد ويطيب ثمرها فالصحابي يشوف الثمار تاعو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يروحوا لتبوك بعيده وسخانه وحر الشمس كل يوم يقول لك دوك غدوان الحق لانهم هما في ذاك الوقت ماشي مثلنا الان هو الان لما مثلا الجيش يمشي يقدر يلحق به قبل يومين بعد يومين ولا ثلاث ايام يقدر يمشي يلحق بالجيش ولكن هو بقى السنة في الثمار هل توجد الان ما توجدش توجد ما توجدش تاخر فلما مشات المده ايس انه يلحق بالنبي عليه الصلاه والسلام لما ولى النبي عليه الصلاه والسلام الناس تتقدم بين يدي رسول الله كل واحد يقدم له اعتذار وكل واحد يجيب له سبب من الاسباب يقول له يا ولدي انا تاخرت لي سبب كذا والاخر يقول له تاخرت سبب كذا لكن هذا الصحابي كان صادقا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد اخرني اخرتني ثماري اخرته هذا الثمار اللي كان يستنى فيها فاستعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم مع انه خطا هذا تخيل كل الجيش يسنى الثمار ولا كل واحد من سكان المدينه يسنى الثمار واحد ما حيخرج الى تبوك لا احد سيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل معه اسلوب التربيه والتاديب فهجره شحال هجره يعني ابتعد عن كلامه وعن بيع له والشراء معه والتعامل معه مع زوج من الصحابه واحد اخرين مده خمسين يوم كامله في يوم كاملة هذا الصحابي صبر على هذا الأذى الذي وصله وعلى هذا الأسلوب التربوي مع من النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان له إلا أن أنزل الله قرآن يتلى من فوق سبع سماوات يتلى إلى يوم القيامة وعلى الثلاثة الذين خُلفوا، علاش؟ لأنهم كانوا حقيقة صادقين باش يديروا إصلاح لأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل معهم أسلوبًا إصلاحيًا فأنزل الله في حقهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فهذا أسلوب مهم جدا ان الخطا ما نضخموش وفي نفس الوقت اذا كان ضخم ما نقزموش باش كل حاجه نعطوا لها قدرها وقيمتها الحقيقيه فاذا اعطيت الخطا قيمته الحقيقيه كان ذلك معينا لك ماذا في اصلاح افراد كثر اصلاح افراد كثر الطريقه الثانيه في اصلاح الاخطاء لابد من التفريق بين الخطا المتجذر والخطا العابر نفرق بينهم كاين اللي فيه طبع وماشي خطا ولا طبع فيه مثلا النبي عليه الصلاه والسلام لما تكلم عن الاخلاق التي ربما قد يقع فيها المسلم لما سئل قال اي أيوة يزني المسلم قال نعم او يزني المؤمن قال نعم قال او يسرق المؤمن قال نعم بصح لما لحق الحاجه مهمه جدا قال او يزني أو أو, أو أو يكذب المؤمن؟ قال لا الكذب ما فيهش ما يقدرش يكذب المؤمن فالكذب خطأ متجذر في النفس البشرية لذلك واش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فهذا ماذا خطأ متجذر بد أن نفرق بين الخطأ المتجذر وبين الخطأ العابر ونعرف نتعامل مع كل خطأ المتجذر نتعامل معه أسلوب تربوي معين ربما نستعمل فيه الشدة ربما نستعمل فيه طرق تربوية مختلفة أما الخطأ العابر فيصلح أن نستعمل معه أسلوب التجاوز تبين له بك باللي أك على بالك بهذا الخطأ بصح ما تقولوش باللي أخطأت فيمر عليه أو فلا يعيد الكرة مجددا فهذا أسلوب ثاني في أساليب التعامل مع الأخطاء خاصة في الجمعيات مثلا معك واحد أخطأ خطأ معين لازم تعرف كيف تتعامل معه وتقدم الأسلوب الأصلح والأنجح حتى تستمر الجمعية فهذا هو ال أو فهذا هو الهدف العام الذي لابد من المحافظة عليه والهدف العام الذي ينبغي المحافظة عليه هو جماعة المسلمين ونحن سميناها جمعيه لانها يجتمع فيها ناس كثر، سواء يجتمعون بالاجساد او بالافكار او بالاموال او باشياء كثيره. فالحفاظ على الجماعه هو الامر المهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعه رحمه وفي الفرقه عذاب. وقال البركه في ثلاث وذكر منها في الجماعه. اذا حبيت ربي باركنا لنا في هذا المجتمع هذا لابد من الحفاظ على على الجماعه. اذا الاخطاء وهذا محصل الحلقات الاخطاء قد تصدر من كل عبد لان الانسان الاصل فيه الخطا ما كاش واحد ما يخطاش ولكن خير خطائنا التوابون التوبه هنا بمعناها العام هو الرجوع والانابه الى الله عز وجل ولكن بمعناها الخاص عندها معاني كثيره التوبه هي الاعراض عن اخطاء الاخوان التوبه هي الابتعاد عن التشهير بالاخوان، خاصه اذا كانوا معاك وفي جمعيه معاك واصحابك وتخدم معاهم وكل شيء، فلا تشهر باخطائهم ولا تتنازل عن المبادئ التي اتفقتم عليها لمجرد خطا قد يقع فيه اي كان. اي واحد يقدر يغلط، ولكن لا تتجاوز دائما تنظر ماذا؟ الى المثل العليا. احنا دائما عندنا واحد القدوه رائعه جدا في المجتمع الجزائري اللي هو الامام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. عبد الحميد باديس شوف كان عنده الهدف الاسمى الهدف الاسمى هو اخراج الامه الجزائريه من الظلام الذي كانت تعيشه وقت الاستعمار الى نور الاسلام والعمل والنشاط لانه المجتمع ما كان ما يخدم ما يدير ولا شيء ولكن بن باديس تجاوز عن كل تلك الاخطاء التي قد يقع فيها زملائه واصدقائه نعم. لذلك ربي عز وجل اكرمه بكرامه وشنو هي الكرامه انه بقي ذكره في الامه الجزائريه هو مات صغير نعم شحال من واحد كانوا علماء جازوا على الجزائر ولكن لا نعرفهم ولا نسمع باصواتهم ولا نسمع بكلامهم ولكن بن باديس لما كان هذا هو هدفه انه يجمع الجماعه ويجعلها على قول واحد في مواجهه اعتى في هذاك الوقت اللي هي فرنسا او كما يحب يسميها هو فرنسا كسرها قالوا كسرها كسرها الله فلما كان هذا هو الهدف تاعه تجاوز كل تلك الخلافات حتى الناس الان في الدراسه الاجتماعيه حاروا هذه الشخصيه كيفاش قدرت تجمع جميع كل المتناقضات في المجتمع الجزائري. كل واحد عنده فكره، كل واحد عنده توجه، كل واحد عنده تيار، ولكن بن باديس استطاع ان يجمع كل هذه التيارات، كل هذه الافكار في فكره واحده لماذا؟ لانه تجاوز عن كل تلك الاخطاء وعن كل تلك الزلات فقط ليحفظ الهدف الاسمى. فمثلا انت عندك جمعيه هدفك هدفك الاسمى انك تحسن الى اليتيم او الى الفقير او الى المسكين تدفع السوء عن تلك الارمله او عن تلك المطلقه فلا تجعل تلك الخلافات اللي بينك وبين صاحبك ولا بين خوك ولا ما تفهمتوش في لحظه من لحظات انها تهدم كل ذلك العمل الصالح او الطيب الذي به ينتفع جمع كبير جدا من الامه نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا يعني معلومات نتمنى ان شاء الله من كل المتطوعين ومن كل يعني رؤساء الجمعيات انهم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطريقه التعامل مع الاخطاء ونتمنى ان شاء الله يعني من الجمعيات انهم يعني ما تاخذوش يعني العزه بالخطا كاين باسكو المتطوعين نشوفوهم يعني مرات يغلط بصح ما يحبش يستعرض يعني هذا يعني ان شاء الله ربما في حلقات اخرى مع استاذنا ان شاء الله نعالجهم نروحوا نشوفوا قصة يعني عجيبة غريبة لطفل صغير رفيق من ولاية سعيدة عمره تسع سنوات يعني حالتهم حالة كارثية مع الوالدة تاعو يتهلا فيها يرفدها يبدل لها بالك ليكوش هذا التقرير ونعاودوا نقولوا لكم كنت في لي ماما نوض نقولها لها واش نعطيها الماء نشربها الدواء نكسلها كل ما قامش بها أمي ما كانش يقوم بها. نايض معايا يدير صوالح تاع وحدين كبار، ولدي ولا طبيب ولا فرملي ولا في نفس الوقت فهم دميناج. ما نقف معاها نعطيها الدواء وندير لها كل شيء على جالها مهم تبرا وترتاح غاية في الاسماء تاع الدواء تاعي ويوكلني طيب لي ويوكلني يغسل لي القرش ينقيني ولدي يسهر معايا الليل ما عنديش اولاد عادي غير فيها اللي في بالي رايح المدرسة وخايف عليه ناكل عليها ونخسر معاً وسيق الدار ونبدلها شويه. كانت حياتي مليحه كنت عايشه كنت ممرضة بالمستشفى، ثلاثين سنة خدمتها كنت مليحة قاع كانت الظروف معي. نوض كل صباح نوجد لها ماما الدواء ونلبسها الكوش، بعد ما تشرب أمي الدواء نبدا نوجد لها حوايجي في القراية. آه رفيقي، اسم على مسمى. رفيق رفيقي آه الحمد لله بنيت الولدي رفيق قصر في الجنة نقرأ سنة رابعه ابتدائي نقرأ من يحب المدرسة نحاول نركز في قراتي باش ماما تفرح باش كي نكبر نعاون نحب كي نكبر نولي كورونا في الجيش نحب نكون كيما الأولاد برا نلعب معاهم تكون عندنا دار مستورين بيها عايشة كرايا من بيت البيت كان لي كراولي وخلاوني كان ما بغاوش إلا كي مريضة ما نكرولكش ما عاشتش عاي ثلاثة وخمسة أيام بس ما فيها الكرية فيها الضوء فيها الماء أنا حتى في الدنيا خلصة أون بليس راني ناكل روبا ربا روبا غالية دراهم تدي دراهم بزاف ناكلوا الخبز وفورماج كاسر نروح من سعيدة البلع بس ارونجي زدت تغبت بالبزاف كاع كاع الله يعطيهم الخير هما يدوني لا سونت غير لا نبدلها انا بتتزاير انا تاني جاهد تاني جاهد في الخدمه 30 عام خدمه إلى باش تبرا باش تنور حاب ماما تبرا تخرج معايا نحوس شفنا رفيق وشفنا يعني هذا ربما الطفل الصغير هو رجل كبير يعني يقوم يعني بعمل تاع رجال بالك أرموا والديهم ربما في دار العجزه الله. ربما ما نسموهاش دار العجائز نقولوا دار المسنين يعني للاسف شوفوا رفيق المعاناه تاعو وقفتوا معاه انتم مع عبد الغني انا ما لنا قصه رفيق وكيفاش حتى تواصلتوا معاه كيفاش حتى عاونتوه هي حكايته بدات كما معظم الجزائريين شافوا الفيديو تاعو في مواقع التواصل الاجتماعي نعم نط الصباح كانت عندي كانت العمل في في البي سي فتحت الحاسوب شفت قابلتني الفيديو تاعو نعم شفتها كما شافوا هنا نشت الحاله تاعو شفت بلي هذا ولد عمره تاع سنين بصح يتعامل اون كو راجل خلاص هذا ماشي طفل هذا شفتو تما قلت ميم لافاسون كيفاش كيهضر يهضر بها وكذا ما قلبي ينقبض قلبين قلبي ينقبض لا قلبي ينقبض قلت هذا الولد هذا باذن الله ربي يقدرني ان شاء الله باش نحقلو ونعاونه ونغير له حياته قلت باذن الله نلحقو له ان شاء الله جاتني الفكره قلت كصانع محتوى نستعملوا الاداه اللي قدامنا هي اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي نعم. كما انا شفتو بهذاك الشيء نقدروا نستعملوا هذيك الاداه باش نعاونوه سجلت واحد الفيديو درتها في مواقع التواصل بارطاجوها بزاف ناس درت واحد هذه الفيديو في هذه الحمله وسميتها كاع رفيق تسمى يعني كاع اليد فريد باش نعاونوا رفيق بارطاجوها بزاف عباد يعني حتى اتصلوا بيا جزائريين كما كان واحد الاستاذ الدكتور ياسين الحية من امريكا اتصل بي تحيه كبيره تحيه كبيره دكتور ياسين ما شاء الله يعني الله يبارك شفنا تصاور بالك مع روينغا شفنا تصاور في كل والله غير هذا انسان متطوع دولي جزائري ويشرف الله الجزائر يبارك. هذا الشيء هذا زيد في وهرن قاري في الجزائر ثاني نعم. وخدم في العالم كاع تتطوع في العالم كاع قلت لك اتصل بي هدرنا انا وياه قال لي اخويا العزيز نخدموا كيف كيف باذن الله حاجه هكا نتعاونوا خير بلا عقل زادوا جوعي عباد اخرين جاني مروان قروابي ثاني نحييه اللي نعم. عاوني بزاف كيما نقولوا مروان صديقنا العزيز ما شاء الله والله غير ما شاء الله تحيه لمروان قروابي اتصل بيا ثاني بدينا نهضروا في الهاتف قال لي وشنو هي الخطه دوكا باش نعاونه قلت له يا خويا العزيز قلت له ديك الفيديو كيما بارطاجيناها كاع قلت له حطوا النيميرو التليفون طوني هنايا في العاصمه كانوا معايا شباب ثاني كل واحد بالسياره تاعو العاصمه كبير الله يبارك اي شخص يحب يتبرع باي حاجه يتصل بيا في تليفون نروح من عنده قعدنا نعم. يومي احنا هكاك. مش فا كنا جوية العشرة تاع الصباح حتى الغدوة من داك العشية وحنا ندورو في الجي كاع الناس تعيط لكم بارتو واحد عنده الحوايج واحد عنده الدراهم واحد عنده يقول نجيب لك اللي جوي لي جوي ليه واحد كل واحد واش يجيب لمينا كاع هذاك الشيء ونحيي كاع اللي كانوا معايا ديجا تما <applause> لي جون قلت لكم شيء نحكي كنا تاع تطوع الو وين وي راك اني باسا في رياح تماك دوك نبعث لك ناس ان شاء الله دارو كاع الجي ولا غير ما شاء الله لمينا واش كتب ربي كيما نقولوا سحقينا ثاني كونغو اتصل بي واحد الشخص ايماجين قداش محمد 10 صباح سيد نعم. كان داخل ال جي عيطي في التليفون قال لي خويا العزيز خدش درنا كيما نقولوا اعلان نعم. دارها محا... مروان غروبي نعم. في باش تاعو اتصل بي قال لي خويا العزيز قال لي شبد كونغو قلت له نعم قال لي نجي معاكم قال لي نديكم قال لي حبيت نديك ما كاش كاع مشكل قال لي ما, ما ندير معاكم الخير ما نعم. شاء الله قلت له يا خويا مرحبا بك تعرف رفدنا قلت لك واش واش كتب ربي رحنا لعنده دخلنا شفنا كيما نقولوا حاده مزريه اش نقول لك مزريه خاطر ما كنت تشوف الفيديو كانت بالي شغل شويه لقيتهم عايشين في واحد الكراج آه ما نقدرش نوصف لك شحال صغير واحد الحاله مزريه الباب تاع الدخله مكسر ما كانش ما كانش بالنسبه لولد صغير ولد صغير فمو تسع سنين هذا طفل عايش في هذيك الحاله هذيك يما ما تقدرش توقف يعني مريضه كما نقولوا في حاله كارثيه ثاني غير شفنا هو دار الحاله يا ودي مات بالفرحه راح ولا غير مسكين مات بالفرحه جاي عندنا يعني فينا ويقصر معانا وريحنا ويما تاني مسكين تدعي قالت لنا إن انا بتندعي قد نقعد نقول يا ربي حاجه تغير لي قعدنا ما جيتوا صباح قعدنا تما ربي سبحانه قعدنا نحبكم حبكم انكم ما تكونوا هذا السبب باش تعاونوني كما نقول يا خويا كيما كان الحال غدوه من ذاك رفضناها هي كيما قلت لك الدكتور ياسين عبد الجبار دارنا كيما نقول كونتاكت مع المستشفى تاع وهران رفدنا هدينا الوهران ونحيي ثاني الدكتوره ثاني غازي اللي هي رفدتها ودارت لها كاع لي ديغنوستيك ودوكا ثاني مازالها واقفه معاها باش باذن الله نوقفوها على رجليها ومام اشخاص الجزائريين ثاني اللي كانوا في الجاليه في فرنسا كاع داروا ان تلموا لها دراهم ثاني الله يبارك كما نقولوا حاجه معتبره باش ان شاء الله نقدروا نغيروا حياتها وحياه الولد هذايا نهائيا موش شيء غريب يعني على الشعب الجزائري ربما حتى الجاليه الجزائريه في المهجر بلك بعد باجسادهم صح قرار بقلوبهم لكل الشعب الجزائري نتمنى ان شاء الله التوفيق لرفيق ونتمنى لك التوفيق لك خويا عبد الغاني نروح نشوفوا جندي من جنود الاحسان عمي مجيد عيشون رئيس لجنه حي هنا بضل البيضاء نشوفوا التقرير على عمي مجيد ونعاودو نقولو لك السلام عليكم نشكر قناة آه أنيس اللي استدعتني اليوم في هذا الاستديو أنا اسمي عيشون مجيد إطار دولة في الفلاحة سن 56 سنة آه أب لثلاثة أطفال وساكن في الحاميز دا بلدية دال المقاطعة الإدارية لدال بيضاء. كيفاش بديت؟ أنا على كل حال أنا من صغري هواوي آه عندي الطاقة عندي طاقة وكنت أنا في العاصمة كي كنت في العاصمة كنت نحب الأعمال التطوعية وقتها تعلمت أعمال تطوعية تعلمناها في المدرسة كنت نقرا في المدرسة إلى ما آه يعني ما رحت ليش الذاكرة في السنة الثالثة وقيلة في الابتدائي عطاولنا قال لك حملة حملة النظافة في في العاصمة حنا كنا متحمسين كنا حابين هكذا كنا صغار رحنا البلدية بلدية عطات لنا يعني الـ يعني الباليات الشريطات وكذاك وعشينا كل واحد كل فوج يعني كل قسم عطاولو شارع نخدموا اللي بدينا وكذا انا تما حسيت باللي كاين شويه حماس شويه يعني كاين وين حركه حركه اللي تحس باللي كاين كاين آه كيف يقولوا آه الروح الوطنيه والروح الحيويه تحب تخدم تحب ترجع البيئه نظيفه وباش نستنشقوا الهواء النقي ونتعلموا نعلموا نعلموا الاجيال نعلم الاجيال النظافه من من الايمان والوسخ من الشيطان الوسخ ديما وسخ نظيفة في العقل في العقل مليح هذا هو اللي بديت انا في التطوع لي زوبستاك العراقيل اللي, اللي, اللي بهم يعني ما يشكو لا وانما احنا شويه من الشاب شاب يعني ما وش يعني ما نجمع وانما بعض يديرونا عراقيل باش ما من نستمروش بالاعمال تاعنا والنشاط نشاط يعني نشاط حيوية تمام تاع الاحياء باش ننشطوا في الاحياء وكاين يعني ربي يسمح لهم شويه الاداره تعرقل لنا احنا ماذا بينا شويه الامكانيات احنا ك ك كشباب يعني كنا شباب دوك راني يعني كل راني يعني في منتصف يعني مانيش كبير كبير وانما كنا نخدموا كانت الدولات ساعات تعاوننا ساعات تهرب لنا تهمش شويه وإنما حنايا يعني نقولوا مع هذا الشيء هذا كامل ما يخليناش باش نحبسوا من النشاط التطوعي شوف لكل حال انا بعد ما جيت لهنا يعني الحاميز حاميز عرفت ناس عرفت شيوخ شيو يعني رجال مسنين يعني, يعني يا ربي يرحمهم خدمت معاهم وعاونوني كنت نديهم كنت نديهم الحمام المدني ديتهم الحمام تاع بويره ديتهم حمام القادمه ودعاو لي دعاو لي بدعوات خير ويحبوني بزاف علاه ما عرفت بهم عرفوني واش نسوى عرفوني باللي رجل خير رجل مناضل يعني ناضل من اجل السكان الحي يعني سوى كانوا اطفال وانا اطفال لربما ما يعرفوني في في الاحياء تاعي في الجزائر ولا في, في, في الحاميز ولا في اي يعني المدينه اللي كنت فيها انا يعرفوني باللي انا مع الأطفال نتعامل معاهم والشيوخ نتعامل معهم نتعامل كل يعني سن يعني السن يعني تاع الانسان نتعامل معهم انا شويه عندي العواطف عواطف تاعي اللي ما نقدرش انايا نتحكم عليهم الاشخاص اللي عاونوني عاونوني بزاف عاونوني وقفوا معايا كي شافوني بلي انا محمس من اجل هذا الرفع يعني المستوى المعيشي تاعنا والمستوى يعني اللي باش نسقموا كاع نجيبوا يعني اللي الاحتياجات احتياجات السكان تاع الحومه هذو وقفوا معايا كذا كي شافوني باللي الناس راهي تعرقل لي كي تعرقل انا شغل نحب نعاود جو كما كيما يقولوا نعاود نتردد نجي, نجي للاخر يقولوا لي لا لا انا معاك هو كان محمد روابحي روابح كان يخدم معامل في في البنكا وكان ديدي كان يخدم في المطار وكان عمي رزقي وكان هاد الشيوخ هادو المسنين هادو تاني وقفوا معايا وكان بعض الشباب بارك الله فيهم انا ما ننساش خيرهم وهذا واش نقول انا واش نقول الشعب الجزائري قال شعب الجزائر كلوا يد في اليد احنا شعب واحد شعب مسلم احنا لازم هذا ما يظلم هذا وهذا يعاون هذا تعاونوا في البر تعاونوا تعاونوا احنا احنا ماذا بينا نكونوا متمسكين باش هكذاك وباش نقولوا يعني في المستوى وثاني شعبنا آه مع هذه الحاله تاع الكوفيد 19 ماذا بينا خذوا احتياطاتكم ديروا لابافا تاعكم ديروا المسافه وما ما يعني ما تزاحموش يعني في الحافلات او في يعني في يعني في المساحات الكبيره يعني في لي كونت سيرفاس تاع لاليمونطاسيون ولا يعني باش نحميو رواحنا نحميو نفوسنا من هذا المرض وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي ستار ويا ربي تنجح هذا هذه الجزائر وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر لما تشوف عمي مجيد وتشوف يعني الناس كيما عمي مجيد حاجة تفرح وحاجة تحفزك وانت يا أخوي عبد الغني نشوفوا فيديوهاتك يعني في الانستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي تحفز الناس كيفاش احتاجت الفكرة الفكره وكيفاش بديت مع هذه الفيديوهات نعم هذه بدأت تاني بطريقة عفوية تاني محمد نعم. آه شو الاصدقاء والعباد اللي دارين بيا كاع يقولوا لي عندك جرعه من كما قلت تحفيز ولا كل يوم ترميها علينا قاعد نشوف كما نقولوا الواحد قدره ربي سبحانه وتما يقدر يغير فكره تاع الاشخاص سيرتو الشباب كي تقصر معاهم تما الفكره هذيك قلت وعلاش لا لا الواحد يلحق الحاجه اوسع تما في عد ما يقيس بك المجتمع اللي قدامه يستعمل هذه الحاجه اللي هي كما اداه تستعملها الناس كما نقولوا شوف عندها ايجابياتها وسلبياتها عندها ايجابيات كبار واللي هي مواقع التواصل الاجتماعي قلت باش نلحقوا العباد اكثر نستعملوا هذه الاداه بديت في هذا الشيء خدمت بالفيديو الاول كما نقولوا وحطيته في مواقع التواصل شفت باللي كيما نقولوا الناس تفاعلت معاه بطريقه بزاف ايجابيه وعجبهم الحال وقالوا لك تحفز فينا وكما نقولوا محتوى ما شفناش في الجزائر كيما نقولوا شوفوا كيما نقولوا كرهنا من المحتوى هذاك اللي ما عنده حتى معناه حوس على المحتوى الهادف فيتو بهذاك الشيء بلاقل بلاقل, بلاقل بلاقل فيديو كيما نقولوا جيب اخرى لازم نثقفوا ثاني الناس نثقفوا الشباب نقولوا آه بلي الدنيا هذه آه مش الحاله كيما نقولوا ماشي سهله لازم تثابر لازم تعمل لازم تغير ثاني قلت بلي الناس عجبهم بزاف الحال يعني بديت نطور ثاني كيما المحتوى هذاك حتى وين الحمد لله كما يقول ربي كتب تاني وي... على اساس كاستاذ انجليزيه تاني وليت نخدم لهم تاني في المحتوى تاع الانجليزيه باش يعلموهم اكثر كيفاش يستعملوا الاداه كيفاش يستعملوا اللغه هذه ولا كيفاش يتعلموا اللغه هذه باش نسهلوا لهم كما يقولوا التعلم كيفاش يتعاملوا بها مع الناس في المجتمع ولا في العمل قلت لك هذا الشيء شغل كي دير عفسه كيما هذه صغيره برك ماذا كي تشوف القابليه تاع المجتمع وحابه تتعلم كيما كاين محتوى سيء تلقى بزاف محتوى هذا وهذا الشيء كما قلت لك يغير بزاف والناس سيتو الشباب يقول لك صافي بليزير يقول لك شو كرهت من الفيس عين يعني حبيت تشوف حاجه مليحه نعم يعني الناس شافت بزاف السلبيه مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ولا في هذه السنوات الاخيره نشوفوا بزاف سلبية الناس حابه تهرب وتروح للايجابيه سي بور يعني شاب وشباب ربما بزاف ما شاء الله آم. ربما شباب بزاف الجزائر لكن ما عرفوش كيفاش يبداو ايجابيين وحابين يفيدوا الناس حابين يوصلوا معلومه يعني في ختام حلقه اليوم ماذا بيا تمد نصيحه لهذا الشباب وثاني ماذا بيا تمد نصيحه يعني الناس ربما نشوفوا ارتفاع عدد الحالات تاع كورونا ربما نشوفوا الناس بالك استهتار ماذا بيا نمدوا رساله للناس ونقولوا لهم حافظوا على ارواحكم حافظوا على صحتكم واش تقول لهم في ختام هذه الحلقه؟ نعم أه كما قلنا على الشباب نعطيكم النصيحه اللي هي اعمل ربي سبحانه يجيب لك الخير اتكل على ربي ودير كما نقول الخطوه الاولى أه بدأ اي حاجه مولاه ربي سبحانه يكتبها لك وثاني للشعب الجزائري والشباب قاعيتك وكاع الامه آه الكورونا ما راحتش نشوف في العالم قاعيتك آه بلدان عظمى ما قادره في الموجه الثانيه هذه تلمو دارت خسائر بزاف كبار والحالات راهم يتزايدوا يعني ماشي خلاص راحت سي بون نحو لي بافات ونخرجوا الشارع لا كما كنا دايرين في الايامات اللي كنا خايفين منها لازم اون أكتر كاكثر خاوتو نشوف بابل بها تزيد باعداد هائله يعني ربي يحفظنا وربي يحفظكم ان شاء الله اللي ما عنده الشغل يريح في الدار ابتعدوا كاع على الناس ولا التجمعات ديروا لي بوفي تاعكم وين ما رحتوا وربي يشفي ان شاء الله سبحانه يحفظنا يحفظكم بقى. بارك الله فيك شيخنا عبد الراوف كلمه اخيره يعني كان لنا الشرف في هذا اللقاء ان شاء الله ربي يبعد علينا البلاء والمصايب نسال الله من فضله العظيم بارك, بارك الله بارك الله فيك استاذ عبد الراوف, عبد الراوف. <applause> بارك الله فيك عبد الغني على على حلقه اليوم بارك الله فيكم مشاهدينا الافاضل وصلنا الخ... الختام حلقه اليوم نقول لكم حافظوا على انفسكم حافظوا على والديكم حافظوا على الناس اللي عزاز عليكم ان شاء الله ربي يوفقنا دائما الخير نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه يوم الخميس المقبل تابعونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته